السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوجبه خفيفه وسهله في التحضير. يمكن لكم تقدموها للعشاء، يمكن لكم تقدموها للغدا. وكنتمنى تشاهدوا الفيديو الى الاخير، والى عجبكم الفيديو خليوا لي جيم او اعجاب وشاركوه مع العائله والاصدقاء على موقع التواصل باش تعم فائده على الجميع. المرجو الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. وطريقة التحضير: عندنا 500 غرام ديال السوسيط او مركز، عندنا 200 غرام ديال البصله، 200 غرام ديال الفلفله، عندنا 4 المعالق كبار ديال المطيشه المجففه، عندنا معلقه صغيره القزبر، عندنا نص معلقه صغيره نتاع التحميره، القليل من السودانيه، نص معلقه صغيره ديال الفلفل، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، الملحه على حسب الذوق. عندنا 3 د المعالق كبار نتاع زيت الزيتون. مركز او السوسيط مطيشه المجففه اللي كتجلس اكثر من سنه، التحميره السودانيه، القزبر. المقادير وطريقه التحضير راها عندي على القناه. هنا بالنسبه اللي عنده هاد الطماطم مجففه، هاد الزويته اللي فيها هي اللي كنديرو، واللي ما عندوش هادي كلو يدير زيت الزيتون. هاد الزويته هادي بالنسبه للزعتره، بالنسبه للثومه وزيت العود، يعني مصوبه بزيت العود. هنايا غادي نهز من هاد الزويته هادي وندير هنا باش ما نضيعوش هاد الزيت هادي اللي كنديرو كنغطيو بها الطماطم ديالنا، ما كنضيعوهاش، يعني ما كتضيعش، راه كنديروها في الطياب. وهاد الطماطم المجففه راه ما نقول لكمش اللذه ديالها كيفاش دايره، لذيذة بزاف. هنا البصله ديالي والفلفله ومطيشه رحنا درناهم في المقله وغطيناهم، وكنخليوهم تقريبا كل 5 ديال الدقائق كنحركوهم نوبه نوبه. ولكن فاش كنكملوا بالتحرك رحنا كنغطيوها. علاش كنغطيوها؟ الا غطيناها البصله ديالنا كطيب، وفي نفس الوقت كطلق البصله والفلفله ديك الماء اللي فيهم. انا راني ما درت لا ما لا والو، كنشحرهم غير ديك الزويته اللي درت هنا، الا حتى كنتاكدوا من البصله والفلفله ديالنا طابو. هنا من بعد ما طابو غادي نزيدوا التحميره والسودانيه. بالنسبه للسودانيه كتبقى اختياريه. غادي نزيدوا هنا العطريه ديالنا والملحه. الملحه كما كنقول لكم دائما كتبقى على حسب الذوق. هنا انا بالنسبه عندي القزبر مجفف، وممكن واخا يكون عندكم حتى طري ديروه قزبر او معدنوس اللي كان. هنا غادي نحرك مزيان، هنا كنجيب الصوصيط ديالي. هنايا ما كنخليش هكا مجموع، لا كنقبط المقص وكنقطعو هكا، يعني ما نخليوش مشروك. وبحال دابا هذا اللي كيكون فيه هذا المصرن هذا كنحيدو، ما كنخليش. هنا الصوصيط ديالي بعد ما سفتو في المقلا كنديرو هكا، يعني كنديه وكنجيبو، وغادي نغطيه نار تكون متوسطة. بعد 10 دقائق رحنا كنقلبو الصوصيط ديالنا، كنتقبوه واحد جوج تقبات وكنقلبوها، وفاش كنتقبو راه كيخرج لنا منو الماء، ولكن هذاك الماء ديالو راه معطر بالقوام اللي درنا فيه، يعني جوج ثلاثة تقيبات وكنقلبو. بعد ما قلبتو راني خليته 5 دقائق اخرى، ما غطيتوش خليته عريان. هنا المريقه ديالنا كتعسل وكتجي معلكه، وهو الطبق ديالنا واجد. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. وما تنساوش تحميل تطبيق كويزين ربيعه او مطبخ ربيعه للهواتف. وبالصحه والراحه.